الويسكي مصنوع من البصل. هاي المعلومة منتشرة بشكل كبير جدا، حتى بالناس اللي ما لها علاقة بالمشروبات الكحولية بتقول انه الويسكي مصنوع من البصل، وحتى الناس اللي بتشرب ويسكي وبتشربه من سنوات بيقولوا انه الويسكي مصنوع من البصل. وطبعا المعلومة خاطئة بنسبة 100%، البصل ما له اي علاقة بالويسكي. يمكن التشابه الوحيد بين البصل والويسكي انه قشور البصل لونه قريب من الويسكي، واذا نقعت قشور البصل بالماء لوقت بيصير لونه قريب للويسكي. ممكن هي الإشارة أكدت هاي المعلومة الخاطئة إنه الويسكي مصنوع من البصل. وطبعاً مشان اللي ما بيعرف، الويسكي يصنع من الحبوب، من القمح، من الذرة، من الشعير. عموماً كل المشروبات الكحولية تصنع يا من النشويات اللي بالحبوب أو البطاطا أو من السكريات بالفواكه. ما في مصدر ثالث لصناعة المشروبات الكحولية، أما نشويات أو سكريات. هلأ ممكن تشوفوا المعلومة تافهة إنه يعني حتى لو منتشرة معلومة خاطئة عن الويسكي والبصل وين المشكلة؟ لكن أنا برأيي لا، المعلومة مش تافهة أبداً، بغض النظر هل الشخص اللي عم بيحكي المعلومة بيشرب مشروبات كحولية أم لا. أنا مو هون قضيتي يعني، لكن مثل ما بيقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل. كيف انتشرت كالنار في الهشيم في مجتمعنا، سواء عند الناس اللي بيشربوا أو اللي ما بيشربوا، وهذا الشيء اللي عامل صورة لعينة أو صورة مشوهة عن المشروبات الكحولية بوطننا العربي. وما رح أقولك إنه أنا عرفت المعلومة بعد جهد وعمل وبحث، لا، المعلومة طلعت لي بالصدفة البحتة. كنت عم شاهد مقاطع فيديو وظهر لي هذا المقطع، نشوفه. هو الويسكي ده بيتعمل من ايه؟ من عصير البصل. بصل؟ بصل بتاعنا ده؟ بصل بتاعنا. فينك يا بابا تيجي تسمع؟ مال والدك ومال الويسكي؟ انا هقول لك، اصل هو كان دايما يقول لي البتاع ده حرام، مع انه هو كل اكل ياكلها ياكل جنبها 2 كيلو بصل. تقريبا بس كان ورانا. فشفتوا يا اصدقائي، مصدر المعلومه فيلم كوميدي لعادل امام. مثل هيك معلومة منتشرة بشكل كبير جدا، يعني أنا حسب ما بشوف من 60-70% من الناس سواء بيشربوا أو ما بيشربوا بيعتقدوا أنه الويسكي مصنوع من البصل. هي المعلومة جاية من فيلم كوميدي. هلأ أنا ما بعرف هي ليش قالت له مصنوع من البصل، ما بعرف عم تحكي له إياها بطريقة مزاح مستقصدين هذا الشيء أم بالفعل هن ما بيعرفوا. هذا ما بيهمنا إذا عم يحكوها بطريقة مزح أو جد، اللي بيهمنا أنه المعلومة انتشرت والعالم صدقتها وصارت حتمية. وهي المشكلة الكبيرة كتير بوطننا أو مجتمعنا بالشرق الأوسط، إنه في تشويه رهيب للمشروبات الكحولية، سواء للمشروبات الكحولية أو اللي بيشربوا مشروبات كحولية أو أضرار ومنافع المشروبات الكحولية. وأنا من خلال خبرتي ووجودي بهذا المجال من سنوات طويلة جدا أؤكد لك إنه المحتوى العربي عن المشروبات الكحولية أو حتى المحتوى اللي يظهر على التلفزيونات العربية أكثر من 96% منه مشوه وخاطئ. يعني في معلومات لما تقراها عن المشروبات الكحولية بالمحتوى العربي أو تشوفها بالمسلسلات والأفلام العربية، يعني معلومات لا تمت للحقيقة بصلة أبدا. أنا ما بدي أدخل كتير بهذا الموضوع لأن هذا الموضوع بده حلقات طويلة جدا، لكن أبسط مثال يعني أي مسلسل بالتلفزيونات العربية أيا كان بتلاقيه شرب كاس بيرة ولا كاس ويسكي وحيط بياخده وحيط بيجيبه، بينما 3/4 الكرة الأرضية بيشربوا المشروبات الكحولية بحياتهم اليومية وما نشوف هاي المظاهر أبدا. فقط على التلفزيونات العربية بيشرب كاس بيرة ولا كاس ويسكي وبتلاقي حيطة بياخده وحيطة بيجيبه. فالمحتوى العربي عن المشروبات الكحولية مشوه بطريقة مقززة جدا وما لها أي علاقة لا بالواقع ولا بالعلم. وهذا ما حكينا عن الجانب الديني اللي بيزيد تشويه للموضوع. فالويسكي مش مصنوع من البصل، مصنوع من الحبوب. مشان هيك يا صديقي دائما بقول لك لا يوجد مصادر، زفالوسا هو المصادر. نعمل كاس بصل. النهارده البصل اللي عندكم خالص ولا ايه؟ لا فيه. طب ما تجيب لنا بصلايه. حاضر من عينيا. ده بصل اخضر بقى. صحتكم. ميه. بصل. اديله بصل. اديله بصل. يم على البصل سبايسي بس ها. شيبس بصل اخضر. اعطيها بصل بس don't drink and drive ها، لا تشرب كتير. كاسك. يا سلام.